ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم نجنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا. اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود لسؤال خلقك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره. اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا قدير. اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين ونفس نفس وتنفس نفس. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس
وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك، وبنيته على خمس شهادات. I'm
تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم نجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلوبنا نورا
وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود لسؤال خلقك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا لطيف يا عليم يا قدير اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين ونفس نفس وتنفس نفس اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا التي هي مراسلنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآتنا ولا تكثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين إلهنا قومنا إذا أوججنا وأرنا إذا استقمنا وكلنا ولا تكن علينا وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واجعلنا عند السؤال ثابتين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا ممن عزائم أكبر من الأيام ومن
ربنا تقبل منا وعافنا وعافنا
عفو عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم نجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود من سؤال خلقك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا لطيف يا عليم يا قدير اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين ونفس نفس وتنفس نفس اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم اجعل خير عمرنا آخرة و
وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. إلهنا قونا إذا احتججنا وأعنا إذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واجعلنا عند السؤال ثابتين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب المؤمنين واجعلنا من الخزائن أكثر من الآيين ومتعنا اللهم بمقرئنا وجهك الكريم وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيشا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة بدا فيها رضا
سلام
ياتي اي جنات جنة جنة مجاوره في جنة اي جنات فاتوب لابده جاره دون منا تواتي فردا او تكل بسنة I'm
Mamadou Baldé iyakata barika barin dagna le Mamadou Baldé iyakata barika ala mayte di ngolou be baraka ila 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 ala tika ira dila fulaba ala tika ira dila man jam fa to man sta to ira 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 Canada, Uloya, Canada, Suya, Canada, Nasikoya, Canada, 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 I'm going to go to the hospital.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وما زبن دو ما تندم لا مثل ميا ما تندم لا تندم من بنيا مثل ميا بارو مثل ميا أما بردالا كلا أروى سابلا زفاته تا ساته هرموتو أنمونا نادا أروى نبرقوتو مومن نادا أبيل حاجو ومن نتنا قوما بحمد على أمان كينو أكيدا سارفة أبو جارني نزل فاجر نزل فاجر كيما فاتر بسينا على كو ندوا أتى مدلا في سلكي لاما صلى الله عليه وسلم إجابو تاورولا ولكترا نيسا انتما وإجابو نساوي لدواء فتا على مسألة علي على مسألة فاتحة بسم الله ثم نوبره بسنا كوسكا سامبوكارو مسلبا فالابا مانتينيا نو جين تسكسايد فورا Sénégalais qui sont là présents, vous m'excusez, je m'adresse aux Sénégalais et les Guinéens de Conakry, ainsi que les ressortissants de Gambie qui sont là présents. Soyez les bienvenus, vous êtes venus au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes venus pour recevoir les bénédictions de ce pays-là, que ça soit le joie pour vous. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour dans votre pays. Que vous soyez les bienvenus et que vous soyez aussi bénis au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je parle le créole et je pense qu'il y a beaucoup de vous qui ne parviennent pas comprendre le créole. Donc, soyez ici, c'est votre terre, c'est votre pays. Je vous remercie. Obrigado. Bon, le nom de l'œuvre de Kossara, un canon usé de palabres de langue, et bien, en sa manière préoccupante, il y a un disque, votre série commune, croise, bon, vous savez, il y a casa à 7 heures, dès 7 heures de manhã. Bon, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme il y a un badi, on va pas prendre un mot de Kossara Mansakéti. Badi, on va dire que le salon a été un mot de la langue de Mamadnene Bande. Pour le follow, on va continuer que badi, on va dire que le salon a été un Sénégal, Guinée-Conakry, Azuténo, Gambia. Comme il y a un cadeau, en Cairo, Mumbai, Nina. Masata lala noto isata rafana aike kairo ti muyalunga te sabatila yaran le kisredu alaji marna isi mtana bisao ifasi ku grandi shukosu pampuri chidali wabia imanda konta nya representante kisredu alaji swani fati komu sendu regul dezari ya kistali alaji swani fati on entend même divisé et divabata on a juste pas bien parlé malgré tout kana kana bunya ni sai omeko kontano kamala madia kamala e abo portal ka sanka badin mujida Tafala garande skustali zika mwezi za sureidu Ba eza kolye mendu kefasi Kisuru kwezi, yo Apo kebali mulibija bedwa la bake Alamadi ya ataya atenola Muna adentunya Animodi ya metanyami
wati na kulo muya longo faida akira blutere mapati bala sini ida ndiko kontano lomu atatu no la faya kote ta danro ke sato nyimbar ko la ka jube sato e aketa tosan sato ke aketa tari ko kumu ya longa awata baki o barko sabola abedale o kala alfalula isatran denga den kadua ke na banko mansa ke wala mansa talla saatinna jada kende anyi ay soto ay sabati fana sadata ki munga da banko mansa funda kurjo kundon ko o fana isatara to nyoyani na ne nyoyani e dia ay tara kundon ko lutema musu keno banko la tenku anala tanya ko utafala nyegarande kesedu marna ki fasi tudu fos kombili baisibi kuma napedi pa prosimo ano baisibi tudu ki preparativo ski na fasi do pali na region de Bafata baisi kankero junto kunya gins ki sta pali kunya representante kesedu ala iswani pati kuma zutro gintes talvez radio o tudu tus cosas que la nesta na no responsabilidade avete lo spirito che era con la danza quant'anno kamala abin allah do taala kai tandina kali ko la munga ta ala sol mare na ti e ni ale ni o si jarma asin jikia son fanan kai tandi e wo ko nabe dendin ka ko to poto ki dada di nyollon do ko kamala e ba fata de zon de jang asin lonko ay do ko nyoso do ay nane nyoso da tanyolo soto kul murde dendin jang deon dada anako ta mandinya ni ale ni o si jarma ani mon mul yalo wollo ma da fana nambaru ma ti mo gada ala ji suandu papiti jana ma ba ke ko je da paliari mba ke ban je da kodora ani kai to akwai telefono kana yadu aso banni ka fomar fi so duara duara ko amu dino lati ning amu yamaro lati ngos e ko munoto tandam man non do
ratina do ti kondo ndirol ke don to mando men tembo men fano to mi lulu ko tayi yo me ko kondo ndirol ke la ti yeda ndirol ke min nadaro wora mo nyimbe muslimeya wo muslimeya ne ko muslimeya aporo mo leman ya lati adamadi o adamadi isu wakili yele leman ya kan sandi e to de dawo den den e kini ne bijeo e min mo e bijeo yetaram nyim lambi ko nde ala subhanahu wa taala mi yende da yo omu ma sala de mi ya non ko ay malaiko do lambi mo no mala donon dan ko non ke sedia bar fem man joro at ala la non do ani kitabul ya sa de yiri jamba tiri abuka jolo ro ko no wala kirim mo ka ja fuate man so la non do eta laje tenin de ko ne ki yam mawlu je ki be salole ko ban asali ne kirim de faye ye lampu ye la ki ta sali la adama de ni finni non ko ala ayenda da nan kuda kamma woko wata bayila wala mun yindi samare wala yenda dala ko ka badu amanda da nyin duniya ko da yan kanna tulun ken sauna fa asibtum annama khalqina akum aban fa ta le nyina gi ko ngali dalale sanare ken sauna hanim mari da sanaro da kalando minde fara min ya tabulor ko fi bare sella may kawando fara na min yaron ko be fara fonti na faso do kanto e kurba fulalle kanna jan kurba do wolunata kanna e kumando alhekata de bare de tonya wala nyanda fala tonya wadam mala nyanda fala wala na tusur nin tare dawada din e kawandila ni la fidani ne ko en mo mo de ina tenda e sam dole jeri wala na fo boy e de tonya fala kan do fo ku je mi yaro ko en nyanda tonya fala o o me o mumina de ban fama sha fal yumin o ma sha fal yakfur e de tonya fala ni mi yano hanne ina ba tambla yolale ada fo ko tanan tan ko tanan dale tan mi yola manke tan fala ko nya fo do o min ka bulu ma yal ka tan mi yola ko tanan de ko tanan de na me dal kan na lora ale nyo kon do nal be tonya ka wala na nim tar dawda ne ki kala fle ka tonya to mo nim maro mondi ala nen kila sallallahu alaihi wasallam ane alqurano kano ane ni alfal kano ye momo nim ne seja sa yi ta yanda kila mole de ko ho nda den dara ti na kunda bar kabrin ta daye nokku mo moye je makka wandi mo moye je na alfal je alfal ya maron min dua min je to ko lo nyanda nyana kila la ngani ko no ho nda ngani juri be ko kare min je man de mo la kan ko tek nyanda re ngani ko ini wala ngani yo ta ko la ja wala ha dima la nyin tin irakare ade nyamiru male dare kawande da na mai da kote nin tin nin tin ha wote wo ko yo ko indi male nana mi woro anen na fango ni nyanda kala nina ka nana hakino woro anen na miro ke samba kawande la la kodo anen sukula da dole min yaron ko da kila jamon na sallallahu alaihi wasallam e wolle kata nkoro da min nan ko limaniya adamadu isi wakili yin limaniya ni limaniya sodo limaniya wala forta ko bebe kando alqur'ana wa fa'a inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wa yaghfiru na man ke furan ka fiyati ala ka jinu be ka farno ala ala sembo ana la mo aka kero keno adama do le jinu be jinu min a be ka fari dar ni furan ka fiyati ko ni o ka fari mo alma ala en tanga furan ka fiyam ko don be e baba no ko le fala do ni ka wonde la do la da kando do la minidi da ngami na bantanan ni ka wonde la do na da ko fi je yi tan ni molla e ala subhanahu wa ta'ala ay limaniya ci adamadi kunna rasul de ce fike mawdu mi yalan ko limaniya e tara isonne me kono ibe yete mawde bi limaniya e tara isonne me kono e kana sura ka alama kula ka fiya ka adamadi na baro aka dole dunka ni adamadi e be kula ka fiya la ibe baro baran ko kula ka fiya ka dole tinya alma alayhi tanka limaniya ku ma e lema dolum ka limaniya la ta e de dami dole aka e mawdu no mo yir kanka yir dole ka kanka nan bolle tara e jalawno wala to ikka badu akaye ngida do kata wala na koy buli tay bari buli tay kala ele ko me adamadu wala na koy buli tay akaye ngida do kata o yiro kundo e ani buli tay nyo saba o de nyo saba e nyo saba ko nyo saba o meda ke manyo kundi do yete jalona aye be ye be jalona tembo na de lon na nyi ata labat la e buli sab busande ko sinya saba ibo kala tubuli sakai sa ka indu ko glina ko le sai tuje niye tuje e katani injala madola wato wati ndenye ko nan kam ndile la wato wati buka ni ko nan kam ndile la ala rabbi tisaba tubuli sakanna ka ko be mu bala ko be mu bala hido ko ka timma le wato wata ita ay ko lu hijra jala wato wata ko lu hijra ay jala ko tisaba tuli nan inja asira tambo billa tuli nan inja asira tambo billa o lamma ko tuli
ne manyi na nyina musanji sabanja uji sawo san isa ho ko ni nan ne siada serunji inshallah almo ke nya do gudi almo ke nya do gudi sembe na la jan do yinu la alma be la duwa jabila alin kila hormo na bar koto almi be la hajo jarala afoni alma sambala nyato daira le sembe ni ni na da benjang almoni be la daira nu barka dunado almi la kunya la sambala nyato wala a'udhu billahi minash shaitanir rajim atala qul dal alquran do ako kuntum khayra ummatin ako kila mantoro atel manto dedo manto jumadi atel le sama holu yamar kuni malla ara mo hol faten de kuja holma dela mantolu wala hol soto ila alayhi salatu wasalam ayi mbangi hadith do ako kula ma ummati kaambiyai bani israila aka mantolu lonnalu wol nim bani israila annabi mulle de palestine alayim bangeni annabi me do bani israila gol ko no la le bangeni maka ko kula ma ummati kaambiyai bani israila ako tonya ite fi shadan teludi ni son tawla bari man do lonnalu kolu ni ndal bani israila annabi mo de parasi kilinde nyaati ni ni kawo dale aka ele o diata ni baaka bu nyaata ma amando la bawo mo be ye sa fa ye ibuna arab aka ye sita o ni ni ka wala ni jabe ni ni kumo ni na annabi musa aka diata ba amna sawari adata ibuna arabia ako ye ko ma ismuka aka ye ko ana muhammadu ibnu al-arab aka ye ya musa da baaji ni nga to tirine la nga ngol tolu e do ko ma jamaa be fo la nyi de aka ye ko ndela biya mo kare ka ba kuya bane israel an rewmi do kam bitaje bara ibnu al-arab umalo ko mo ka bol mo musa di akaye wolle dia munyen de ikaw ku yalla ka siantira nit akaye wo mudon dia kaye ka faye musa akaye atala dal dal do ma bi yaminika ya musa atala dal ta wayno akaye hiya asaya atawakkau alaiha wa ahassu fiha al-ma'ari wa lisiha ma'ari bi okara ako ala dal dal kili akay mare ñi mbembe ngulde yi ñu mëna do ko le di ñe doon doon ñene la ñe jiru su do ko ras ñene la ne be yamul ye ako be di hol yaw jama be do ala doon kay ne fo lu mëna dumbe wulde ala la rasul ta alayhi salatu wasalam akay la bangi en son da amale akay man to lonnalu wolé be ko bari israël la ñul de ñane ngi la alayhi salatu wasalam amando ale me jamando di akala ya kubale kiye akala ya kubale kiye akale fisiyada ila lebedi amon wotwala jiaro kubete ba taluwa ila sawande furoye umu kutende balete bi ko siyada nin nyen ko yen ko amam beteya ni ni aja bi no atuje par ko gete ba mo siaro de wala ha be fiya dare ni kita bo jube kita bo jamal na ta siaro ko nyaade ko gete ba lamu abe o nyaade ya ma ta de mare mo in kata amalu illa min salatin ko adama di mo ne asa tranke ya da isala bara nyima bara jo bekundu fuku saba isala bara nyima bara jo bekundu fuku saba
You are
Yeah.